طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة حول مهارات الأسبوع الرابع من شهر أيلول للصف الثالث مادة اللغة العربية. سنقوم يا أحبائي بهذا الأسبوع بمواصلة التأكيد و التعرف على مهارات اللغة العربية من خلال مهارة الاستماع والمحادثة والقراءة والتعبير. أيضا سنقوم يا أحبائي خلال هذا الأسبوع بالتعرف على كتيب يشرح تكيف الحيوانات في البيئات المختلفة، البيئة الصحراوية والبيئة القطبية والبيئة المائية. أيضا سنقوم يا أحبائي من خلال عرض الصور، سنتحدث عن هذه الصور بجمل معبرة، نتعرف فيها على مفردات جديدة، نقوم بها بعرضها على بطاقات على السبورة ومتابعتها بشكل يومي. خلال هذا الأسبوع سنقوم بزيارة المكتبة، أيضا نقوم باستعارة قصة وإعادة القصة المستعارة السابقة وقراءة قصة ومشاهدة قصة تعرض من خلال الداتا شو في حصة المكتبة. أيضا سنقوم في حصص اللغة العربية بالقراءة، سواء من قراءة القدوة وقراءة الطلاب المجيدين وقراءة باقي الطلاب. أيضا سيكون لدينا يا أحبائي تقييم للإملاء، حيث سنقوم بالتدرب على فقرة الإملاء وإبلاغ الطلبة بها مسبقا وقراءتها عدة مرات ومن ثم كتابتها والتعرف على المهارات التدريبية التي سوف تعطى في هذه الفقرة. أيضا سنقوم بكتابتها على كتيب الإملاء. أيضا يا أحبائي سنقوم بالتدرب على القراءة والكتابة الإملائية، القراءة اليومية، وأيضا لدينا كتاب المطالعة الإضافية والكتابة الإملائية. سنقوم بكتابة فقرة الإملاء عدة مرات على كتيب الإملاء وعلى دفتر النسخ. القراءة ستتكرر عدة مرات يا أحبائي من خلال درس شعوب من العالم، حيث يعرض البيئة القطبية ومقارنتها مع البيئة الصحراوية، حيث سيكون لدينا في نهاية الدرس تقييم للقراءة. طلابي أحبائي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح. شاكرة لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء.